لكم جميعا للحضور، شكرا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكرا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، شكرا لهمم، أتمنى أن تبقى هممهم عالية دائما. أحسن تعويض اللي تكلمت عليه الأستاذة خديجة هو هذا الحفل الكريم بين هذه الوجوه الطيبة وهذا الاحتفاء، وحقيقة فرحتنا لم تكتمل لأن عدد من المعتقلين السياسيين لم يعانقوا الحرية بعد. معتقلي حراك الريف الأبطال حقيقة الذين تحملوا الكثير والكثير من المعاناة ومن الظلم، أستاذ نقيب زيان ومئة عضو آخر تكلم عنهم الأستاذ عزيز غالي، حقيقة أن لم أكن أعرفهم كلهم. وهذه الظاهرة الجديدة أن لم نعد لنا خريطة للمعتقلين السياسيين، هذا بحد ذاته مسألة لابد من الوقوف إليها. ثانيا لابد من أقدم شكاية إلى الأستاذ عزيز غالي، لأنه بالنجاح دار لي الإحضار بالقوة لهنا، ومجرد حطيت رجلي في البحر قال لي غتحضر الآن، وأنا سعيد بهذا الإحضار. وجدت واحد الكلمة بسيطة لأنني لا أتقن الخطابة، ومع 6 سنوات ونصف من العزلة التامة فقدت القدرة على تركيب الكلمات شفويا على الأقل، فاسمحوا لي غادي نقرأ واحد. لا يولد الإنسان إنسانا بل يصير إنسانا بسيرته فوق هذه الأرض، يصير إنسانا عندما يختبر كل يوم إنسانيته، يصير إنسانا حينما يشعر بألم الآخرين، يصير إنسانا عندما يبدي التعاطف مع من يستحقه دون أن يطلبه ودون أن ينتظر شكرا أو مقابلا أو حتى اعترافا، يصير الإنسان إنسانا عندما يخاطر بأمنه وراحته وماله ووقته من أجل قضية عادلة أو موقف نبيل أو كلمة حق في الأوقات الصعبة واللحظات الحرجة، حيث يؤثر الآخرون الصمت والابتعاد عن الخطر أو النجاة بالجلد عندما توقد النيران، ويحمل الحطب إلى الموقد من أجل تدمير كائنات هشة ومواطنين عزل بكل جريرتهم أنهم اختاروا السيرة ضد التيار وتشبثوا بحقهم البسيط في القول أو العمل أو الكتابة أو الاحتجاج أو المرافعة أو إشعال شمعة في الظلام. ما فعلته الجمعيات الحقوقية التي نحن في بيت واحدة من أعظمها، وكما قال الأستاذ المحامي، إذا كان الأستاذ نويدي رحمه الله قد ساهم في إخراج مرسوم لإعطاء صفة المنفعة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي المنفعة العامة بذاتها لا بصفتها. الأصوات الحرة، ما فعلته الجمعيات الحقوقية والهيئات المدنية والأصوات الحرة في الداخل والخارج في الواقع هو بيان حقيقة على إنسانية كل واحدة وواحد من هؤلاء جميعا، كل باسمه وصفته وعنوانه. هؤلاء الذين تضامنوا معنا في أوقات عز فيها التضامن، وناضلوا من جهتهم وبطرقهم الخاصة، هؤلاء رفعوا نقطة نظام وسط فوضى عارمة وأمام آلة ضخمة كانت تجرف كل من يعترض طريقها بلا رحمة ولا خطوط حمراء ولا اعتبار لشيء. ليس السجن على هوله أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت، نحن المحتفى بحريتهم اليوم بينكم بالتشهير اليومي بنا وبعائلاتنا وأطفالنا بأسمائنا وصورنا باعتبارنا وبكرامتنا في إعلام وصحافة ومواقع وإذاعات وتلفزات رسمية لا تشبه في شيء الإعلام والصحافة التي تعرفها المجتمعات المتحضرة. لم تبقي هذه الآلات التي كانت تحفر عميقا تحت الجلد لحقوق المتهم من ذرة من قرينة البراءة،
ولم تترك لعائلاتنا متنفسا، ولم تترك لعائلاتنا متنفسا لتستوعب هول ما حدث. كل شيء كان جائزا، وكل الضربات كان مسموحا بها في انتظار ليلة شحذ السكاكين في الغرفة الشهيرة، غرفة الجنايات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حتى القضاة على قسوة أحكامهم وهولها كانوا أحيانا أرحم من آلات تشهير ومعاول الهدم وأوراش سلخ اللحم البشري حيا. تلا القضاة أحكامهم على هواها على هولها وانسحبوا بسرعة البرق. لكن ها نحن هنا بفضل تضامنكم وإصراركم ونقاط نظامكم وأصواتكم العالية، ها نحن هنا أحرار، وبفضل مبادرة ملكية نبيلة لأشخاص في مواقع مستقلة مختلفة هنا وهناك، وها نحن هنا لنقول لكم ولهم شكرا أن وضعتم نهاية لكابوسنا، وضعتم نهاية للرحلات المكوكية لعائلاتنا إلى قاعات زيارة السجناء. سمحتم لنا أن نرى أطفالنا يكبرون أمامنا، لا أن نراهم يسهلون في قاعات زيارة المساجين لدقائق كل أسبوعين أو أسبوعين أو أسبوعين. مع كل هذا لقد رأيتم ابتساماتنا عند لحظة الخروج من قبر الحياة، وأجمل ابتسامة كانت لعمر راضي لأنه عنده ابتسامة دار الله خاصة سبيسيال. مع كل هذا لقد رأيتم ابتساماتنا عند لحظة الخروج من قبر الحياة. هذه الابتسامة ليست فقط لحظات للتعبير عن فرحة معانقة الحرية، إنها تعبير أيضا عن خلو قلوبنا من الحقد والانتقاد والانكسار على هذه الأرض المسماة مغربا متسع للجميع، إذا ضمنت لكل مواطن إمكانية العيش تحت سقف الحرية وفي كنف القانون. من هذا القانون، هذا الكائن الهش والمهم في نفس الوقت، لقد فقدناه في هذه المحنة، وأملي أن نسترجعه وافدا جديدا محتفى به بيننا بعد أن طرد مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة. أملي أن تتسع المبادرات الحقوقية إلى أن تصير عنوان مرحلة وبداية جديدة للانفراج حقيقية في السياسة كما في الصحافة كما في النضال الحقوقي والاجتماعي. يصير الإنسان إنسانا ولا يولد إنسانا. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.